عساس انا عون كتبت له انه ما نكون محرجين ما نكون محرجين. كلمة حرج لا أعرف بالله ما حدا بينحرج بالانتخابات. بتقولي لي هلأ عندك معركة هون أصعب وأهون بس مش معناتها حرج. مش حرج. طيب ما نكون مزروكين فينا نسميها هيك ببعض الدوائر الانتخابية. ليش بدك تعمم إنه؟ أنا مش عم عمم أنا عم أقول سألت لك قبل إنه في إحصاءات عم بتصير والإحصاءات تقول إنه مش بس أنتوا كل الأحزاب السياسية. بلشت تتحسني هلا. لا أنا شو كلهم بس يجوا لعندي كلهم واحد وتيار المستقبل واحد قالوا نفس الشيء. حضرتك تمثل التيار الحر. طيب. إيه. خليني أقول لك شغلة. نعم. أول شيء الانتخابات النيابية. أكيد شغلة استحقاق أساسي لا مفر منه ما حدا بيقدر يهرب منه ما حدا قدر يهرب بالعكس لحتى أنه اليوم وتحديداً هالانتخابات بالذات بعد كل الأحداث اللي صارت بلبنان هي حاجة للناس حاجة لإعادة الثقة داخلياً خارجياً بلبنان وحاجة حتى للأحزاب إذا عم تحكي لأنه اليوم كل العالم بحاجة لترجع يعني تجدد الثقة فيها حالة. طيب بتخوض المعركة أنت مسبقاً ما فيك تخوضيها وبدك نتيجة مسبقاً تخوضيها بكل ظروفها بصعوبتها وبسهولتها وقت رح ما بتكون هيدا. اليوم نحن عم نحضر حالنا أكيد حتى الخوضة معطياتها بتختلف من منطقة لمنطقة هيدا حسابات انتخابية هيدا واقع رأي عام واقع ناخبين يمكن يختلف من منطقة لمنطقة بس بالآخر نحن رايحين عم نحضر حالنا بجهوزية لنروح الخوضة ومن دون أي لا حرج ولا أي زركة ولا شيء بالآخر نحن الخوضة. طيب هل العالم بتحدد العالم بتحدد كيف عم بتحددوا حالكم يعني اليوم هل مثلا عم تعملوا دراسة على الأرض اليوم أنتوا قدي رح تحافظوا على عدد من النواب يعني اليوم مثلا الكلام عن أنه أنتوا والقوات صرتوا متساويين والكلام مش لألي أستاذ الكلام اللي هلأ بتعرف تنشط كثير يعني كل حزب سياسي بروح بيعمل قصة طلع على قالوا هلأ بكرة صناديق الاقتراع بتحدد حجم كل واحد هيدي لذتها الانتخابات. الحلو فيها انه الناس الشعب اللبناني هو اللي بيقول انت قدي حجمك وانا قدي حجمي صح؟ صح بس انا عم بسألك هلأ استطلاعات الرأي استطلاعات الرأي عم تشتغلوا انتخابات خليني اقلك شغلة استطلاعات الرأي بتعمليها نعم استطلاعات تبع اليوم غير تبع كانون الاول غير تبع شباط غير تبع ادار بزك يعني انا من هلا عم طمنك اذا عم بحكيك هلا انتخابات صح اليوم كل ما تقرب على الانتخابات كل ما تتغير الاستطلاعات اكيد بتصير صحيح. اداء خلينا هلا كل واحد يعيش على الامنيات اللي بده اياها الواقع بالاخر هو رح يصير سنتجي بين العالم كلنا بنتحضر بنعمل احصاءاتنا بنعمل نتحسب للمعركه اكيد كل واحد يعمل دراساته هلا مش وقت لا اعلام ولا 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 حكي بهالامور لانه اليوم كل الدراسات انه اليوم أن هذه الانتخابات رح تكون كثير قاسيه على الطبقه السياسيه اللي حكمت بالسنوات الاخيره يعني عليكم وعلى حزب الله تحديدا وعلى حزب الله مش لانه حزب الله رح يخسر نواب ولا حتى ما ينفهم كلامي غلط لانه سيخسر حلفاء حزب الله كثير مؤثرين ببيئاتهم وبالتالي في تخوف من هذه العمليه الانتخابيه كرمال هيك يبدو انه بدأت محاولات تطهير هذه الانتخابات تحت مليون حجة ممكن تكون حجة كورونا ممكن تكون حجة أمنية ممكن تكون كثير هذه كلها محاكمة نوايا حاليا كل عم بيصير عملية تحضير للانتخابات من قبل الدولة وزارة الداخلية أعتقد عم تشتغل بكثير من الجدية رئيس الحكومة ملتزم على الأقصى حد رئيس الجمهورية رجع أكد هالشيء من كم صحيح. من كم يوم وأكد أنه يجي هذه كدولة كأحزاب أكد لك كلهم بحالة استنفار داخلية عملية أنتوا بحالة استنفار وحالة استنفار داخلي يعني لإجراء الانتخابات النيابية وحتى في كلام عن أنه في إشكالات داخلية بالتيار الوطني الحر هلأ قبيل الانتخابات الترشيح الداخلية منهم ترشح ومنهم لم يترشح في بعض المشاكل اللي نسمعها بعض الأقضية بين مرشحين محتملين يعني عليك التنافس على الترشيحات هذا بتصير وبيويك بأوقات بعض الحساسيات اليوم هذا المسار يعني عم ينتهي يعني عم بيخلص مرحلة ورا مرحلة وبكرة خلال الأسابيع بيخلص بصير ورانا بصير التركيز على المعركة تخلص المرحلة الثانية والثالثة ايه بده يخلص يعني عم بالانتخابات الداخليه تبعيته في عمليه احصاءات عم تنعمل حتى شوي تحدد وضع المرشحين الحزبيين وعلى اساسها بمرحلة التالية بنعمل خيارات بالنسبة ل مين بيعمل خيارات؟ نتيجة هالإحصاءات هي بتعمل هي بتحدد هالخيارات وعمليا بتصير بعدين على أساسها بنشوف كيف شكل اللوائح بدنا نعملها
شو بحاجة لتحالفات، مع مين متحالف مع مين متحالف، هذا موضوع مرتبط بهذه الدراسات اللي عم نعملها داخليا. طيب في حال كانت القوات اللبنانية حصلت على عدد كتلة نيابية، لا رح أقول أكثر من كتلتكم ولا رح أقول أقل من كتلتكم، رح أقول قد كتلتكم، هل سترشحون سمير جعجع رئيس جمهورية مثل ما هن عملوا معكم لما أنتم كنتوا أكبر كتلة نيابية مسيحية؟ هلا أول شيء من هلا أكيد من هلا، ما كله من هلا للانتخابات الرئاسية أكيد شي من هلا. أول شيء أنت ما ترشحي حدا على خلاف سياسي معه، بلشي من هون. ما هن كانوا معكم على خلاف سياسي، صالحوا وبعدين تصالحوا على قاعدة انتخاب رئيس مسيحي قوي يمثل قاعدته، ومن بعد ما انتخبوا ميشيل عون رئيس رجعتوا تخنقتوا معه. صحيح، بس هن لو ما ضلوا سنتين لو وصلوا بعد لاتفقوا معه بالسياسة لرجعوا دعموا مش هيك يعني. فإذا منا القصة كانت تلقائية، هذه علما أنه بوقتها كانت قصة وجودية، يعني كنت تكسري حلقة اختيار الرؤساء المسيحيين بالطريقة اللي كانوا يختاروا فيها. فإذا كانت معركة مختلفة كليا، كنت عم تأسسي لنمط آخر بالتعاطي مع خيار رئيس الجمهورية. بعده قائم برأيك؟ برأيي إيه، لازم يضل قائم، بمعنى أنه لازم يكون في تأخذ بعين الاعتبار الإرادة المسيحية فيما يخص اختيار رئيس الجمهورية. هلأ بمعزل عن هالشيء، أول شيء بكير كتير تفتح هالموضوع في معركة. ما له بكير الرئيس ميشيل، لا لأهلك فين قال لك ليه؟ لأنه الرئيس ميشيل عون قال لن أسلم الفراغ. إيه في كلام اليوم يتهم الرئيس ميشيل عون لأنه يريد البقاء في العبدة، لأنه يريد أعطاء هذه الرئاسة. روق شوي، أول شيء سأل أسئلة وجاوب عليها. عم قال لك أنه مش بكير خليل، بلا بكير رح قال لك ليه تفوتي بالأسماء، لأنه اليوم أنت عندك انتخابات رايحة عليها نيابية، بالأول بيقطعي هذا الاستحقاق، بس تخلص هذا الاستحقاق أكيد البلد كله صار بجو انتخابات رئاسية، ساعتها بيفتح هذا الموضوع وبتشوفي بناء على كل المعطيات بوقتها شو بدك تعملي. حضرتك بتعرف يا أستاذ أنا أنه من هلأ عم بلشوا يحكوا أنه هذا المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيس جمهورية جديد. شو يعني هيك سيئة الاستحقاق؟ سيئة الاستحقاق، وبناء على هذا الموضوع تعطى لهذه الانتخابات أهمية قصوى، على اعتبار أنه المعركة المقبلة على الرئاسة المقبلة هو بين حليف حزب الله أو مش حليف حزب الله، وبين أنه الرئيس ميشيل عون يريد البقاء في بعبدة، مش ضروري عبر شخصه يعني، عبر الوزير جبران باسيل، أو ستذهب الرئاسة إلى شخصية تانية، إما على خصومة مع حزب الله، إما بتكون مكان التقاء بين حزب الله وخصومه. بدك هلأ كل هالفرضيات، كل هالفرضيات شوي. وأنت بتعرف كل هالتحليل والفرضيات، بدك هلأ جواب عليها اليوم؟ في استحقاق ما في حدا عنده جواب عليها اليوم. مش مزبوط، لأنه هذه كلها مرتبطة بمعطيات بوقتها. اليوم أنت عندك استحقاق نيابي بمعزل عن خلفيات ما سيحصل بعد الانتخابات النيابية، في عندك استحقاق نيابي هو ممر إجباري أكيد، وكل فريق بعدين حقه يطمح للاستمرارية بالسلطة، شيء طبيعي، هيدا يعني سياق طبيعي للي بيشارك بالسلطة. بس أنت اليوم بهاللحظة بالذات عندك انتخابات نيابية هي اليوم الأولوية، بس تخلص هذا الاستحقاق على خير ساعتها بتفتح موضوع الانتخابات الرئاسية أكيد عم سرعي. برأيك لأنه بالآخر استحقاق رح يجي بالآخر. برأيك انتخاب الرئيس عون اليوم كسر نمط الرؤساء الجمهوريات السابقين اللي كانوا، وسيستمر هذا الأمر، ولا برأيك كان استثناء لن يعيدوا هذه التجربة؟ أخذ بعين الاعتبار الإرادة المسيحية بخيار رئيس جمهورية، إيه بده يستمر. هلا هي شو بتنتج؟ بنشوف ساعتها هي شو بتنتج. هن كلهم ثلاثة أربعة إذا بده يستمر هذا. يا خيي ما فيك اليوم، أنا خليني أقول شغلة، اليوم ما فيك تتعاطي مع الاستحقاقات النسائية من دون أخذ بين الاعتبار يعني إرادة المكون الأساسي المعني فيها. وقت بتعمليها هيك مع المواقع الأخرى بدك تتعاطي فيها كمان هيك مع المسيحية. هلا المسيحيه هن شو خيارهم او شو بحبوا او شو بيتوافقوا او شو بيرتضوا، هذا بيرجع لهم بعدين. قررتوا تحالفاتكم بالانتخابات المقبله؟ تحالفات؟ لا هيدي لا ما حدا بعد. انتوا ببعبدة حزب الله تحالف مع حزب الله. خليني اقول لك شغله، هلا ما وصلنا بعد، لانه ما خلصنا الاكزرسيس الداخلي تبعنا لنرجع نحكي كيف بدنا نركب اللائحه بعدين مع الباقيين. بقى هذا موضوع أكيد مع حزب الله ما في مشكلة بالمعنى السياسي حاليا، يعني مثل ما موجودة مع غير أفريقيا سياسيين، سو حكما العلاقة معه أسهل. إنما بالآخر هذيك المرة كنا ما كان في مشكلة مع حزب الله، وفي كتير محلات ما صار في تحالف معهم. فأنا ما بدي هلأ استبق أي ولا أقول على الهوى عن أي دائرة وعن أي تحالف قبل ما نكون نحن داخل التيار خلصنا شغلنا
الداخلي بما يخص دراسة كل معاركنا وكل يعني نخلص كل إحصاءاتنا وعلى أساسها ناخد خياراتنا بكيفية التعاطي مع اللوائح وتشكيلها والتحالفات بكل دائرة. شكرا لك أنا بلعون على وجودك معنا اليوم ببرنامج الحدث. أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.